تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هاليوم الجميل، يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في هذا الأسبوع الجميل. وما شاء الله ابتدينا الأسبوع بغيوم، وإن شاء الله توقعات بوجود أمطار، فإن شاء الله تكون أمطار رحمة وتمطر على كل إمارات الدولة، ونفرح في هذا الجو الجميل. نصبح لكم الخير من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا هالبرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج أول شيء أرحب بالطاقم الموجود معاي في الإخراج، المخرج ناصر السليمي، صباحك ورد يا ناصر. في التنسيق ميرا أم خليفة، صباحك ورد يا ميرا. واليوم أنا محدثتكم دكتورة ندى الملا روحي محمود معاي اليوم، يمكن الأسبوع كامل ما نعرف، فراح أكون معاكم إن شاء الله على مدار ساعة كاملة إن شاء الله على الهواء. فهذا البرنامج مثل ما دائما نقول هو برنامجكم، يعني يثرى بتواصلكم، طرشونا اقتراحات، شكوى، ملاحظة، خصوصا الاقتراحات اللي تحسوا انه ممكن تحسن من خدمة، تطور من خدمة، تستحدث خدمة. ودائما انا اقول واكرر، مو بلازم يكون اقتراح كبير عشان انا اشارك فيه على الهواء، وممكن يكون عندي اقتراح بسيط اقول يعني هالاقتراح شو بيضيف او شو بيغير. دائما الدول تبنى من أصغر الاقتراحات، فمهما كان اقتراحك صغير ممكن فعلا يغير جذريا في خدمة موجودة أو يستحدث خدمة مو موجودة. فتواصلوا معنا عن طريق أرقام التواصل على 600-551414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. شكرا يسلمون علينا عن طريق الانستغرام لايف، يصبحون علينا بالخير. أم خليفة أسمة جاهزة؟ ناخذ عيل الأسماء قبل ما نقرأ دراستنا. أسماء صباحك ورد. صباحكم نور سرور. هلا في أسماء في يوم الأحد. الأحد اللي يحبك الأحد. صباحك خير يا أسماء، تفضلي. بس ناخذ شوي جولة عامة على الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع. نحب بس نذكر أن نحن موجودين بين تاريخ 28 في منطقة السيتي ووك عند ميامي فايب، منصة هيئة الصحة المشاركة في أسبوع الإمارات الابتكار أو شهر الإمارات الابتكار. صحيح. الشيء الثاني كان يتكلم عن 10 طرق فعالة لتغلب على فقدان الشهية. اللي يعاني من فقدان الشهية يرجع للأشياء اللي حطيناها في عطلة نهاية الأسبوع. ويختمها بالرسالة الصباحية لليوم، وجبة الإفطار تعد أهم الوجبات التي تساعد في تسريع معدل الأيض في الجسم، وذلك لزيادة حرق السعرات الحرارية خلال اليوم. وجبة الإفطار جدا مهمة لا ينسونها. صحيح. أسمع بس ذكريهم منصة هيئة الصحة في أسبوع الابتكار موجودة في سيتي ووك 2، شو الأوقات وشو أبرز الأشياء اللي شفتيها في منصة الابتكار؟ موجودين من الساعة 5 للساعة 10. أبرز الأشياء منها دبي الجينوم، مركز دبي للجينات، وهالأشياء اللي راح يعني فعلا الناس راح يستمتعون إن يعرفون عنها أكثر. عن الذكاء الاصطناعي في التسجيل الذاتي. صحيح. يعني ما راح يحتاج إنه يصير عند أي شخص عشان إنه يسجل، لكن بكله ذاتيا. فوايد أشياء فعلا نحن ما يعني نحن طبقنا المستقبل، يعني ما نستشرف أي مرة. صحيح. غير هذا في جلسات يوميا تكون تبدأ من الساعة 5، فيقدروا مثلا يدخلون في جلسات ثقافية، في جلسات لها علاقة بالأشياء الموجودة في المنصة، فإذا بيون يقدرون أيضا يناقشونه ويوفرون حتى مقترحاتهم والأشياء اللي يبغونها لنا. جميل يا أسماء، شكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد. طبعا اليوم هو تاريخ 25 فبراير، هذا اليوم يصادف ذكرى جميلة وهو اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة. فاحنا من منبرنا هذا في صحة وسعادة نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا بمناسبة هذا اليوم الجميل، وإن شاء الله نأمل أن يعمل الأمن والأمان على كل دول الخليج. طبعا علاقات بين الإمارات والكويت علاقات قديمة متأصلة في الزمن، ممكن احنا لأننا صغار ما نتذكر، بس أمهاتنا وأبهاتنا يتذكرون
تعرفون كيف كانت العلاقات بين الإمارات والكويت منذ قديم الزمن، لما كانت الكويت تبعث لنا أطباء ومعلمين، وكنا إحنا حتى أبهاتنا كانوا يروحون يشتغلون ويدرسون في الكويت. كان في تعاون، كان حب الأخوة وحب التعاون بين دول الخليج قائم منذ الأزل، مو بشيء جديد أو حاجة جديدة طلعت على الساحة، هذا متأصل فينا وفي أطباعنا وفي أخلاقنا منذ قديم الزمن. فنحيي دولة الكويت وكل الكويتيين سواء الموجودين في الإمارات، سواء كانوا زائرين سواء كانوا مقيمين، حياكم الله. هذا بلدكم، ما بقول بلدكم الثاني، ولكن الإمارات وعمان والسعودية وبحرين كلها عبارة عن بلدنا. احنا الخليجيين وين ما نكون يعتبر بلدنا، ما يعتبر بيتنا الثاني، يعتبر بيتنا الأول دائما وأبدا. حياكم الله، والكويتيين الموجودين في دولة الكويت نهنيكم بمناسبة اليوم الوطني، والله إن شاء الله يديم أعيادكم. الحين نروح لدراستنا المتعودين عليها كل يوم. شو تقول الدراسة؟ تقول التهاب الجهاز التنفسي عند الأطفال قد يعرضهم للإصابة بالربو عند البلوغ. ربطت دراسة هولندية حديثة بين التهابات الجهاز التنفسي عند الأطفال الصغار وزيادة خطر الإصابة بالربو وتأثر وظائف الرئة عند الكبر. خلال الدراسة أجراها باحثون في المركز الطبي بجامعة إراسموس في هولندا، راقب الباحثون 154,492 طفلا في أوروبا أصيبوا في سن الخامسة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحنجرة والتهاب اللوزتين والتهاب البلعوم والتهاب الأذن الوسطى، يعني أعراض الزكام والإنفلونزا اللي دائما الأطفال يصابون فيها. حيث تم تقسيم الأطفال الذين شاركوا في الدراسة إلى 37 مجموعة. وجد الباحثون أن أطفال زاد لديهم خطر الإصابة بأمراض الربو في وقت لاحق من حياتهم بمقدار ضعفين إلى 4 أضعاف من الذين لم يصابوا بأمراض الجهاز التنفسي. ووجدوا أيضا أن الأطفال كانوا أكثر عرضة لتأثر وظائف الرئة بالسلب نتيجة أمراض الجهاز التنفسي. وقالت الدكتورة إيفلين فان قائدة فريق البحث بجامعة إراسموس إن هذه النتائج تدعم فرضية أن الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي في وقت مبكرة قد تؤثر على تطور أمراض الجهاز التنفسي على المدى الطويل، وتحديدا بعد سن البلوغ. طبعا هاي دراسة حديثة، ولكن احنا تعلمنا من ايام كلية الطب ان الاصابة، تكرار الاصابة بامراض الجهاز التنفسي عند الاطفال تسوي تغييرات معينة في الجهاز التنفسي، في الرئة، في الاغشية المحيطة فيها، في الخلايا الموجودة في الرئة، تعرض الاطفال للاصابة بامراض الجهاز بالربو لما يكبرون. طبعا ما اظن ان في اي طفل لا يصاب بمرض الجهاز التنفسي، مع تغير الجو، مع الغبار، الحر، المكيف وغيره، كنا نصاب، وانتشار طبعا الفيروسات مع تغير الجو عندنا، كل الأطفال يصابون بأمراض الجهاز التنفسي، ولكن تكرار الإصابة فيها ممكن تزيد من خطر الإصابة بالربو عن هؤلاء الأطفال. وبخصوص التكلم عن الربو، الآن تلاقون العيادات معظمها فيها أطفال يستوي عندهم تهيج لمرض الربو، لأن هذا هو موسم الحساسية. الحين الحساسية ترى حالها حال أي مرض آخر، لها مواسم. الآن هو موسم الحساسية، حساسية العين، حساسية الجلد، الناس اللي عندهم إكزيما يتأثرون وايد في هذا الموسم، الربو يزيد عند الناس، عند الأطفال خصوصا. فهذا موسم الحساسية، فننصح الكل مثلا في الأجواء ما يطلعون للمناطق المكشوفة، ما يخلوا لها يلعبون برا لفترات طويلة. الأطفال عندهم حساسية خصوصا الربو، الحين تلاقون فيه موجات غبار موجودة، ودهم على طول عند الطبيب. خذوا كل الاحتياطات الاحترازية اللي الطبيب وصاكم عليها عشان نقلل تهيج نوبات الربو عند الأطفال في هذا الموسم. أنا أصبح فاصل ولا بعده فاصل؟ إنزين، رح نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل ابقوا معنا، عندنا مواضيع جدا شيقة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. فقرتنا الحين تتكلم عن مبادرة جدا جميلة، ألا وهي العيادة المتنقلة لعلاج الأمراض الجلدية بمناسبة عام زايد. وضمن جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بمختلف الأمراض، أطلقت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشعبة الأمراض الجلدية الإماراتية وشركة غالديرما عيادة متنقلة للتوعية بالأمراض الجلدية وتشخيص وعلاج هذه الأمراض بالمجان.
من الكلام عن هالعيادة والمبادرة الجميلة في عام زايد. يسرنا يكون عبر الهاتف معانا الدكتور أنور الحمادي، استشاري ورئيس مركز الأمراض الجلدية بدبي، رئيس شعبة الأمراض الجلدية الإماراتية. صباحك ورد دكتور أنور. صباح النور، يا هلا مرحبا. هلا فيك دكتور. تعطينا أول شيء فكرة عامة. ندى معي صحيح؟ هي نعم. يا هلا وسهلا بزميلتي الدكتورة ندى. هلا فيك دكتور أنور. دكتور تعطينا أول شيء فكرة. متألقة ما شاء الله دكتورة في العيادة، والتألق ما شاء الله مستمر في الإعلام كذلك. شكرا. بعض مما عندكم دكتور أنور، يعني شكرا ما تقصر. الله يوفقك. الله يخليك. دكتور تعطينا أول شيء فكرة عامة عن هالعيادة المتنقلة. شو معنى عيادة متنقلة لتشخيص وعلاج الأمراض الجلدية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباحكم الله بالخير. طبعا عيادة الأمراض الجلدية المتنقلة هي مبادرة من شعبة الأمراض الجلدية الإماراتية تحت مظلة هيئة جمعية الإمارات الطبية، يعني في تزامنا مع عام زايد، وبالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي وشركة جالديرما. طبعا يعني قررنا أن نعمل عيادة جلدية متنقلة نلف فيها مختلف إمارات الدولة. صراحة في البداية كانت يعني هي الفكرة أكثر للوصول للمناطق النائية، لما فكرنا فيها يعني الحمد لله يعني خير البلاد واصل لجميع المناطق، فما عندنا فعلا بمسمى منطقة نائية ما فيها خدمات صحية، ما صحيح فيها. صحيح. لما نتكلم عن من يعني على أطراف كل أطراف الإمارات الحمد لله عندنا عيادات متوفرة وعندنا الأدوية متوفرة، لكن القصد من هذه العيادة فعلا نوصل للأماكن اللي يمكن صعب الوصول لنا فيها. فطبعا أعضاء جمعية شعبة الأمراض الجلدية راح يكونوا موجودين من مختلف الهيئات الصحية كذلك في مختلف إمارات الدولة. بدينا طبعا الأسبوع اللي طاف من المدينة الأكاديمية، فهي العيادة عبارة عن يعني نقدر نقول سيارة متنقلة لكن فيها كل التجهيزات من غرفة كشف، من أدوية ضرورية استخدامها، من يعني علاجات مختلفة. في هذه العيادة نقوم بتشخيص بعض الحالات. ففي هذا اليومين أو ثلاثة أيام اللي شفناها طبعا الأسبوع اللي طاف قدرنا نشوف أكثر من 300 حالة من طلبة المدينة الأكاديمية، وإن شاء الله الخطة طبعا أنها مستمرة على مدار السنة في مختلف إمارات الدولة. وهذا أقل شيء صراحة الواحد يقدر يقدمه، يعني العطاء شيء جميل فعلا، حلونا ناخذ لكن لما نعطي، وهذا ما أعتبره أنه يعني عطاء، يعني خلنا نقول يعني أكثر ما بالعكس هذا واجب علينا إحنا نسويه. والتوعية دائما إحنا نقول الطبيب مش فقط علاج، الطبيب توعية. إحنا يوم نوعي شخص وخاصة نوعي طلبة أكيد هذا الصدى، هذا الشيء راح يكون إن شاء الله صدى إيجابي وصدى كبير في مختلف طبعا المجالات إن شاء الله. ممتاز دكتور أنور. طبعا مثل وجود مثل العيادة المتنقلة تتطلب طاقم طبي يكون موجود فيها، فالطاقم الطبي الموجود مكون من مين؟ يعني هل هم فقط من هيئة الصحة أو من وين، من وين هي الطاقم الطبي؟ هو في البداية طبعا قبل ما أتكلم عن الطاقم الطبي، جميل لما نلاقي في بعض المبادرات تكون موجودة الدعم اللي نحصله من جميع الهيئات للأمانة. يعني أول ما يعني اقترحنا هذا الموضوع لمعالي حميد القطامي ولمعالي وزير الصحة، كلهم على طول بدون تردد احنا معاكم اللي تبونا نحن مستعدين. حلو، يعني دائما نقول الكرة في ملعبنا نحن لازم نطلع بهذه المبادرات. صحيح. الدعم الحمد لله موجود على مستوى القيادة، على مستوى المسؤولين، ما في حد انه بيعرقل لنا. نعم في احيانا تمر علينا بعض الاشياء العراقيل البسيطة، لكن الحمد لله الواحد يقدر يتغلب عليها. فهي العيادة الأمانية لو نحسبها ما نحتاج هاك الطاقم الكبير، كلنا نحتاجه مكان مناسب اني اقدر افحص فيه انا كطبيب جلدية مختص. نعم. بعد ذلك حتى لو ما اعطيته على الاقل اني اوجه هذا الشخص اقول له والله انت بحاجة لهذا العلاج، او بحاجة مثلا لترك هذه العادة السيئة. صحيح. ولا ان مرضك ما يستدعي او هذه الحالة ما تستدعي اي علاجات. فالتوجيه احيانا يمكن حتى احيانا التوجيه يكون اهم من اي علاج او وصفة طبية. صحيح. دكتور أنور، هل العيادة المتنقلة هي كحملة راح تستمر فترة معينة ولا هي راح تكون مستمرة دائما؟ والله احنا نتمنى الاستمرارية في الشيء، شيء جميل، لكن احنا طبعا كبداية وهذه فعلا بداية، وان شاء الله تكون يعني نوال اشياء تكون اكبر.
فبدايتنا مثل ما قلنا انطلقنا هي من دبي، ولكن يعني طبعا خططنا نكون نغطي فيها جميع امارات الدوله على مدار السنه ان شاء الله في عام زايد. وما شاء الله يعني المبادرات الجميله والمبادرات الخيريه ما توقف. العام قلنا كنا عام الخير والسنه عام زايد، وان شاء الله المبادرات الخيريه مستمره ما دام نحن موجودين في ارض الخير. صحيح. دكتور انور، لما تذكرت ان تركزون على التوعية، طبعا دور الطبيب في التوعية دور جدا كبير، في أمراض معينة كانت في بالكم لما أنتم فكرتوا تسوون عيادة متنقلة، أمراض معينة تستهدفونها للتوعية وللعلاج؟ هو طبعا ما في شك يتكلم عن يعتمد على الفئة العمرية. يعني يتكلم عن فئة، احنا لما كنا موجودين في المدينة الأكاديمية فئة الطلبة، يعني أغلب الطلبة يعانون مثلا من حب شباب، من آثار الحبوب، أكيد البعض عنده بعض الالتهابات سواء كانت التهابات فيروسية. صحيح. التوعية طبعا ما في مرض مخصص، لكن حسب الفئة العمرية. أكيد إذا كنا بنركز على فئة الأطفال الإكزيما ومشاكل الإكزيما طبعا ما في شك هذا. يعني نتكلم عن فئة كبار السن كذلك، يعني معرضين لبعض الأمراض بسبب جفاف البشرة أو يعني بعض الأمراض المزمنة المتعلقة مثلا بمرض السكري. يعني أمور كثيرة صراحة موجودة، الأمراض الجينية ما في شكل متعلقة كذلك يعني محتاجين بعض العوائل أو بعض المرضى التوعية من ناحية كيفية مثلا اكتشاف المرض مبكرا، كيفية الوقاية من بعض الأمراض، كيفية الفحص الجيني على سبيل المثال قبل الزواج لبعض الأمراض اللي معروفة أنها أمراض وراثية. ففي أمور التوعية طبعا هناك طرق كثيرة، ومش شرط فقط بالفحوصات، أحيانا فقط تكون بالحديث والتوعية العامة. صحيح. دكتور أنور، أنت ذكرت كنتوا في مدينة دبي الأكاديمية، وين المناطق اللي أنتوا ناويين تزورونها؟ وإذا مثلا في متعامل حد حاب يعرف أن أنتوا وين بتكونوا موجودين، كيف ممكن يوصل هالمعلومة؟ نعم، طبعا الحملة لها موقع طبي أو موقع في وسائل التواصل الاجتماعي اسمه Leave Your Mark، اترك بصمتك. وفي هذا الموقع راح نحط إن شاء الله وين تواجدنا. يعني التواجد القادم راح يكون في معرض الأدوية الدوفات، العيادة راح تكون موجودة هناك. وأنا مثل ما قلت في البداية كانت طبعا يعني لما كان طرح هذا المقترح قلنا في يعني نغطي فيه المناطق النائية، ومثل ما ذكرت الحمد لله ما عندنا المناطق النائية، لكن خلينا نقول المناطق اللي شوية بعيدة عن المدينة بحيث إنه نحاول نغطي هذه اللي ما قدروا يمكن يوصلون لنا. لكن ما في منطقة معينة، وأي حد إنه يحتاج إن نكون موجودين بالعكس ممكن يتواصلون معنا، ممكن يكون موجودين. وأحب الصراحة فيها بهذه المناسبة إني أشكر جميع أعضاء شعبة الأمراض الجلدية واللي هم صراحة كلهم متكاتفين ومتبرعين من وقتهم. صحيح. في تقديم هذه الخدمة. وكذلك أشكر يعني شركة جالديرما، هي شركة الراعية لهذا الحدث. أنا أتمنى من جميع الشركات الخاصة، يعني أكيد هم شركة يمكن ربحية، لكن المشاركات المجتمعية هذه جدا ضرورية في مختلف المجالات سواء في الأمراض الجلدية، أمراض القلب، أمراض السكري، هذه جدا ضرورية. بالعكس يعني الدولة مو مقصرة في توفير لهم كل الأشياء اللي هم يحتاجونها، لذلك هذا أقل شيء أنا أعتقد أنهم يقدمونه وشاكرين لهم. وأتمنى هذه يعني تكون كذلك رسالة لجميع الشركات الأخرى بالمشاركة في مثل هذه الحملات أو المبادرات الخيرية. صحيح. طبعا في شيء اسمه social responsibility او المسؤولية المجتمعية، ذكرت دكتور انور اللي هو كل شركة سواء كانت صغيرة او كبيرة وحتى للافراد عندنا مسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع. بما نتكلم عن المسؤولية المجتمعية وانت ما شاء الله عليك نشط في وسائل التواصل الاجتماعي، واحنا دائما دكتور انور نذكر في صحة وسعادة عن خلينا نقول الخرافات او المعلومات الخاطئة اللي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، واظن مثل ما انا تشوف بخصوص الجلدية يمكن لها نصيب الاكبر من الافتاءات في مجال العلاج. فشو أشهر خلينا نقول المعلومات الخاطئة اللي أنت تشوفها كنشط في وسائل التواصل الاجتماعي من علاجات لمشاكل جلدية خاطئة؟ هو طبعا تفنيد الإشاعات هذه طبعا ضرورة لابد من الطبيب مباشرة ولا ينتظر. يعني أبسط شيء أعطيك، أمس وصلتني رسالة دكتور ما صحت هذا الخبر، حاطين صورة الشامبو أحد الشامبوهات الشهيرة التي تستخدم للأطفال ومكتوب عليها احذروا استخدام هذا الشامبو وثبت علميا أنه يسبب السرطان إلى آخره. طبعا باين المعلومة كلها حشو وما له مش من جاي من مصدر طبي أو من هيئة صحية. لذلك مثل هذه الرسائل أتمنى من كل المستمعين أرجوكم لا تتداولونها. بعض الناس ما يصدقون توصلهم رسالة في الواتساب على طول برودكاست للستة كلها، لا
مثل هذه لا تمررون مثل هذه الرسائل. والبعض بقى ما شاء الله عليهم يعني عندهم بعد شطارة أن يحطون لك وذكرت الدراسات وصرح مصدر بدون ما وين أي دراسة، ما في دراسة، ما في دراسة. مثل هذه الأخبار أتمنى عدم يعني تداولها وأخذ المعلومات اللي مثل هاي من المصادر الموثوق فيها. والحمد لله إحنا عندنا سواء كان من البلدية قسم الصحة ولا من هيئة الصحة عندنا هذه الأماكن اللي تقدرون تأخذون منها المعلومات وتأكدوا وكونوا على ثقة لجميع المستمعين أو المشاهدين أو المتابعين. أي دواء أو أي منتج موجود عندنا في الأسواق إذا كان في شك هذا واجب علينا، واجب على كل المسؤولين في سحب هذا المنتج مباشرة. لكن مثل هذه الإشاعات يعني فعلا أتمنى يكون فيها حتى حساب ومراقبة أكبر بحيث أنها ما يتم تداولها ونشرها إن شاء الله. طبيعة الناس للمعلومات الشاذة يحبون يتداولونها أكثر المعلومات والحقائق العلمية. صحيح، تجذب أكثر البهارات اللي عليها تخلي واحد يعني يحب أن ينشرها أسرع. دكتور أنور، في عندنا سؤال من مطر الكعب يقول هل ستأتون الفجيرة أم لا؟ بغيث يسألكم. الفجيرة ورأس الخيمة وملقوين وعمان ودبي وأبوظبي والشارجة وكل الإمارات، كل الأماكن إن شاء الله. جميل، إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. دكتور أنور الحمادي استشاري ورئيس مركز الأمراض الجلدية بدبي ورئيس شعبة الأمراض الجلدية الإماراتية، نتمنى لكم التوفيق وألف شكر. يا هلا ومرحبا، شكرا لك. نقرأ بس في عندي أقرأ رسالتين قبل ما نروح فاصل ناصر. أوكي، عندنا نعم الحمد لله جميع المستشفيات والعيادات التابعة لهيئة الصحة بدبي يقدمون المطلوب للمراجعين كافة دون استثناء. أشكرهم جزيل الشكر وأقول شكرا شكرا للأمام إن شاء الله ببرعي ببرعي. أهم شيء تكون تراضي ومستانس، وأشكر لك رسالتك الإيجابية، يعني دائما رسالتك ما شاء الله جميلة ببرعي. صباح الخير دكتورة ندى، صباح السعادة والإيجابية، صباح ورد أختي عايشة. هل ستأتون الفجيرة مثل ما قال دكتور أنور؟ تدخلون على عندهم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للعيادة المجانية لتشخيص الأمراض الجلدية اسمها Leave Your Mark، موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، ترمون تشوفون الجدول وين بتكون العيادة المتنقلة. السلام عليكم، خدمة الانترنت المجاني في هيئة الصحة سيئة ولا ترقى لمستوى الخدمات المقدمة. رح نرفع أخوي ملاحظتك هذه المعنيين، بس أنت ما ذكرتنا شو المشكلة، هل هو الانترنت بطيء؟ بس ما عليه، إحنا بنرفع إن شاء الله للمعنيين. إنزين، أنا رح أطلع حين فاصل، خلص قراءة الرسائل رح نطلع فاصل، بعد الفاصل عندنا موضوع مهم عن التن إكس، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل على 600-551-1414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طبعا احنا ذكرنا اسبوع لفات الصحة وسعادة ان حاليا عندنا فعالية اسبوع الابتكار ضمن شهر الامارات الابتكار، وهيئة الصحة بدبي مشاركة بمنصة جميلة جدا في سيتي ووك 2، وقالت بعد ذكرتكم عنا اسم الجناحي في بداية الحلقة ان عندنا منصة جميلة في سيتي ووك 2 نعرض فيها احدث ما توصل اليه في الابتكار بشكل عام في مجال الصحة. احنا اليوم بنتكلم ان شاء الله عن مبادرة جميلة موجودة ضمن أسبوع الابتكار هاوي، مبادرة التن إكس. تستعرض طبعا هيئة الصحة بدبي خلال الفترة حزمة من الفعاليات والخدمات المبتكرة ضمن مشاركتها بفعالية شهر الإمارات للابتكار 2018. أبرز المشاريع التي تستعرضها الهيئة خلال المشاركة مشروع الجينوم تحت شعار تكنولوجيا الغد لعلاج مرضى اليوم. بنتكلم عن هذا المشروع معنا في الاستوديو الأستاذة مي الدوسري منسق عام مبادرة دبي تن إكس. صباحك ورد يا مي. صباح النور والسرور، هلا فيك في الاستوديو نورتي. طبعا أنا دائما يوم نطرح هالمبادرة تن إكس أول شيء أحب أرد وأقول وأسأل شو معنى تن إكس عشان تعرفون اللي ما سمعنا من قبل، اللي بعده عنده شك ما متأكد من التعريف، إن نعطيه التعريف الصحيح شو معنى تن إكس. طبعا بحسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي قال إن نحن نبغي دبي تسبق المدن بعشر سنوات. صحيح. فتم إطلاق مبادرة دبي تن إكس على أساس إن نحن نفكر في مبادرات مستقبل ويتم تنفيذها في الوقت الحاضر. صحيح. فكانت من ضمن المؤسسات اللي شاركت في مبادرة دبي تن إكس هي هيئة الصحة، وتم تنفيذ توجيهات صاحب سمو الشيخ محمد في تشكيل فريق يعني من مختلف المجالات في الهيئة لوضع أفكار مستقبلية
ويتم عرضها كمبادرات للتنأكس. فتم وضع 13 فكرة حاليا موجودين في بنك الأفكار عندنا في التنأكس، ومن 13 فكرة نزلنا إلى 5 أفكار أو يعني حطينا لهم أولوية للتنفيذ وقدمناهم، وتم اعتماد 5 منهم. تم اعتماد مشروع دبي للجينوم. مشروع دبي للجينوم. تعرفين بس شو معنى مشروع دبي للجينوم؟ شو هو الجينوم وشو أهميته عشان تم اعتماده؟ شوفي مشروع دبي للجينوم نحن فكرنا فيه من ناحية أن أول ما اجتمعنا مع فرق التنأكس اللي هي تابعة لجميع دوائر الحكومية تم توجيهنا أن نفكر بأفكار تكون أثرها على الإنسان. نعم. فنحن كل الأفكار اللي حطيناها طبعا يعني الصحة أثرها دايركت على الإنسان. صحيح. ولكن كل فكرة نطاقها مختلف، يعني صحيح. مثلا في فكرة نطاق تنفيذها بس لكبار السن أو مثلا لمرضى معينين مثلا مرضى السرطان. صحيح. فدبي للجينوم أثر على كل فرد في إمارة دبي. صحيح. سواء كان مريض أو كان إنسان صحي يعني. صحيح. عندك متابعين ما شاء الله يا مي. وحدة تقول لك جواهر الدوسري تقول موفقة مي، وهن موفقة، وعايشة بعد تقول موفقة يا مي دوسري. انزيني مي، الحين مشروع دبي للجينوم وين وصل المشروع؟ في أي مرحلة أنتو؟ نحن حاليا في مرحلة إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية لإنشاء أول البنية التحتية لمختبرات علم الجينات في إمارة دبي. فحاليا نحن بنطلع على أفضل الممارسات العالمية، لأن هذا يعني المرحلة الأولى من التنفيذ هي مطبقة في أكثر من دولة. نعم. فنطلع على أفضل الممارسات في الدول الثانية، ولكن المرحلة اللي هي الجزئية التنأكس منها هو استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجينية لجميع سكان إمارة دبي. فالذكاء الاصطناعي بيتنبأ للأفراد أو للعائلة سواء كانوا معرضين للإصابة بمرض وراثي أو مرض جيني، أو لشخص مثلا مريض ولكن يحتاج إلى علاج. فباستخدام الذكاء الاصطناعي بيتم إصدار التقارير الوقائية إذا كان الشخص معرض للإصابة. صحيح. أو مسار علاجي إذا كان الشخص مريض ولكن بيحصل علاج بحسب تركيبته الجينية. جميل. يعني مثل ما أنت ذكرتي هو تعرف عن طريق الجينوم نفسه، ان نتعرف على وجود المرض ممكن قبل ما الواحد اصلا يعرف ان يكون عند المرض. بالضبط. لان نحن يعني يوم طبعا نحن يوم حطينا الافكار سوينا بعض الدراسات، طلعنا بعض الاحصائيات. ففي الدولة عندنا من ضمن الاحصائيات اللي طلعت لنا ان عندنا من 2016 220 مرض وراثي. فهذا يعني مؤشر ممكن يرتفع وممكن يقل، لكن نحن اللي نطمح ان نحن يعني دائما يقولون لنا فكروا في المون شوت، فاحنا المون شوت مالنا 0%، نحن نبغي نقضي على هاي الامراض. صحيح صحيح. طبعا انتم حاليا مشاركين في اسبوع الابتكار مثل ما قلنا منصة هيئة الصحة بدبي موجودة في سيتي ووك 2. خبرينا عن مشاركتكم هذه، شو أبرز الأشياء اللي الواحد بيشوفها لو راح منصة هيئة الصحة خلال أسبوع الابتكار؟ نحن شوفي في المنصة هذه نحن يعني وجهنا رسالتنا للمجتمع في غير يعني غير عن اللي تم عرضه مثلا في وقت الإطلاق في أثناء القمة العالمية للحكومات. كانت الرسالة موجهة لأصحاب السمو، يعني موظفين الحكومة، إنهم يتعرفون على المشروع من الناحية العلمية، من الناحية الإدارية، من أكثر من يعني من أكثر من ناحية. ولكن نحن في أسبوع الابتكار نتميز في هالمشروع وعرضه إن نحن رسالتنا نوجهها للمجتمع. إحنا نبغي بسطناها في فيديو معين، وبسطناها من خلال سوينا صفحة في موقع الهيئة، وفتحنا صفحة للتسجيل حق أفراد المجتمع اللي حابين إنهم يشاركون معنا في مشروع الجينوم.
فاللي ياسين نعرضه والرسائل اللي نوجهها للمجتمع، نعرفهم بالبرنامج وشو أثره على الأفراد وعلى العوائل. فهاي هي يعني مشاركتنا كانت في أنت ذكرتي إنه ممكن واحد يشارك معاكم مشروع الجينوم، كيف تكون مشاركة ومنو الناس المستهدفين؟ لازم يكون أطباء ولا ممكن يكون ناس عاديين؟ لا، إحنا حسوينا بري ريجستريشن، يعني هاي صفحة التسجيل نبغي نشوف كم من الناس حابين أنهم يكونون جزء من مشروع دبي للجينوم. طبعا احنا يعني جربون عليهم يعني اذا هم حابين خذوني عادي جربوا علي انا مستعده دكتوره سجلي واحنا ان شاء الله اول ما ها ناصر نصير انا وانت نشارك، ما تعرف سبحان الله نكون اوائل بعدين مشروع الجينوم. هي بس احنا نفضل ان تكون عائله يعني مش افراد، يعني عشان تشوفوا الامراض اتوقع في العائله يعني ام واب والعيال او مثلا بعد قالوا يعني في عندنا طبعا احنا لجنه علميه فكانوا يقولون لازم ثلاثه اجيال، يعني الجد والجدة والام والاب والعيال. جميل والله، يساعد فعلا على دراسه الامراض اللي تنتقل عن طريق الجينات لما يكون عندنا اكثر عن جيل موجود. طبعا هذا مو بس بيأثر على الافراد، حتى بيأثر في من ناحيه يعني القطاع الصحي. صحيح. بيعرفون يعني باستخدام الذكاء الاصطناعي بيفهمون شو العوامل البيئية اللي تأثر على اللي تسبب هاي الأمراض. فهم يعني أثر المشروع هذا نطاقه واسع في المجال الصحي، للباحثين، لطلبة الجامعات، للأفراد. ف يعني مشروع جميل صراحة. تذكرتي ان عشان واحد لو حاب يشترك يدخل على صفحة الهيئة. لما يدخل صفحة الهيئة شو الموقع الالكتروني وين المفروض يصير؟ الموقع الالكتروني www.dha.gov.ae فيه بانر مكتوب على يعني دبي للجينوم. نعم. ويدخلون على للمزيد. طبعا بيشوفون برزنتيشن عن المشروع والفكرة وشو الوضع الحالي وشو يعني المتوقع المخرجات المتوقعة من هذا المشروع. وفيه بيحصلون على اليسار آيكون التسجيل. جميل. فيقدرون يسجلون ونحن إن شاء الله أول ما نبتدي بجمع العينات بنتواصل مع هذه الأفراد. طبعا ما بيجونا دايركت إحنا. صحيح. لازم بيمرون على الفاميلي ميديسن ولازم الدكتور يشوف حالتهم الصحية. وطبعا قبل هذا كله لازم إحنا بنشتغل على الأوراق القانونية. صحيح. يعني ورانا مشوار لين ما نوصل إلى هذه المرحلة. صحيح. اختي ما انت ذكرتي ان الناس بتشوف المخرجات، ففعلا شو المخرجات اللي انتم متوقعينها لما يطبق نظام الجينوم؟ شوفي المخرجات هو اول شيء بيكون عندنا بنك ضخم لتوثيق التركيبة الجينية لجميع سكان إمارة دبي. بيكون عندنا مركز للذكاء الاصطناعي في علم الجينات. جميل. بيكون عندنا اللي هو المرحلة الأخيرة من المشروع اللي هو الطب الشخصي. اللي يعني بيصدر التقارير لكل فرد بحسب تركيبته الجينية، بيحصل علاجه بحسب تركيبته الجينية أو بيحصل العلاج الوقائي على أساس أنه يعني يا أما نقضي أو نحد من حدوث المرض. صحيح. بحسب تركيبة الشخص الجينية. ومن بعد المخرجات ان هذا بيخدم بعد شركات اللي تصنع الأدوية في انهم يصنعون جيل مستقبلي، جيل جديد من الأدوية. جميل. طبعا هذا اعتقد لحظة تطبيق الجينوم راح يكون قفزة نوعية في مجال الصحة. أكيد. والحين نلاحظ ان هذا التوجه الحين ان ما في شيء اسمه خطة علاجية تطبق على كل المرضى، حتى في الأمراض العضية، في الضغط والسكر والكوليسترول، في توجه الحين يقول إنه ما في شيء اسمه دواء يعالج كل مرضى السكر أو كل مرضى الكوليسترول. صح. لأن
كل إنسان تقبل جسمه جيناته تركيبته تختلف وتقبل المرض وتفاعل جسمه مع المرض يختلف. فهذا هو التوجه الحديث حاليا، وأعتقد مع نظام الجينوم راح يسهل وضع الخطة العلاجية الشخصية لكل مريض. طبعا. أنا اللي خطة علاجية تفرق عن المريض الثاني حتى لو تشابهت عندي الأعراض وتشابه عندي المرض مع شخص ثاني، عشان أوصل طبعا لأفضل نتيجة، نقلل الأعراض الجانبية، نقلل مضاعفات الأمراض، وبالتالي يقدر الإنسان يعيش لفترة أطول. قبل فترة قرينا في صحة وسعادة، أعتقد أنا في هدف إن الواحد يوصل لـ 107 سنوات بصحة جيدة، أتوقع صحة وسعادة أو قريتها في مكان، لـ 107 سنوات يكون بصحة جيدة. وأعتقد تطبيق نظام الجينوم راح يساعدنا إن شاء الله في الوصول لهذا الهدف. لما اكتشف أن الأمراض اللي عندي عن طريق الجينات وخطة علاج شخصية لي أنا، أعتقد إن شاء الله يساعد الواحد إنه يوصل للعمر كبير. طبعا هذا اللي احنا نطمح له، نحن يعني نطمح حتى ان نبطئ عملية الشيخوخة حق الافراد. هذا هدف الجميع، ما حد يبغى يكبر في السن. اختي مي، السؤال انا هني تجيتي كان في 13 مشروع عقب استوى 5 عقب استوى 1، على اي ميزان يتم اعتماد الفكرة؟ يعني كيف انتوا قلتوا هالمشاريع ما راح تطبق، يعني حذفتوها من القائمة وعطيتوا الوزن كله لمشروع الجينوم؟ هل مثلا تأثيره على المجتمع او النسبة الاكبر راح تستفيد منه، ولا كيف قررتوا؟ لا شوفي، احنا اول شيء عطونا 48 ساعة ان نحط تقريبا 20 فكرة. مدة قصيرة يعني حق 20 فكرة. كانت قالوا لنا احنا الشيخ اطلق في 24 ساعة ونحن بنشتغل في 24 ساعة، احنا عطيناكم 48 ساعة. يعني فكرنا احنا 13 فكرة. لكن يعني تقريبا الخمسة كانوا لهم وزن كبير. نعم. والاستثمار فيه كبير بعد. ولكن يوم قالوا لنا انهم يعني يبون الاثر يكون على جميع السكان، نعم، فقلصنا 13 الى 5 بناء على يعني السكوب، نعم، يعني الفئات المجتمعيه اللي بتتاثر في هذا المشروع. صحيح. في كل مشروع، في كل فكره. فتم تشكيل لجنه متخصصة من قبل مؤسسة دبي للمستقبل. نعم. وتم عرض جميع المشاريع لجميع المؤسسات الحكومية. كانوا 163 فكرة. فمن الـ 163 فكرة اعتمدوا 26 فكرة وتم عرضها على صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، واعتمد المشاريع 26 واطلقهم في القمة الحكومية. ولكن مش يعني الهيئة هي اللي اختارت الجينوم، هي مرت في مراحل مختلفة. صحيح. مشروع الجينوم هذا حتكلمنا الحين عنه وعن فوائده، متى بيرى النور فعلا بيطبق؟ نحن تنفيذ المشروع بيكون على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي خلال 24 شهر بننشئ البنية التحتية لمختبرات علم الجينات. نعم. المرحلة الثانية بتكون هي التعلم الآلي واستخدام الذكاء الاصطناعي وإصدار التقارير. نعم. والمرحلة الثالثة هو استخدام الطب الشخصي اللي بيتم من خلاله وضع المسارات الوقائية والعلاجية والتعاون مع شركات الأدوية والتعاون مع الباحثين في هذا المجال. جميل. في كلمة حابة تشاركي فيها مع المستمعين مي، نصيحة ممكن اللي حاب يشترك مثلا في الجينوم، أو كلمة أخيرة حاب تشاركينها؟ طبعا أنا أحب أدعو أول شيء الجميع أنهم يحضرون منصة هيئة الصحة للابتكار في سيتي ووك، على أساس أنهم يتعرفون أكثر على مشروع الجينوم وعلى المشاريع الثانية. صحيح. اللي معروضة، منها استخدام الذكاء الاصطناعي في طب العيون، واستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الصحي. وفي نفس الوقت أحب أشكر طبعا قيادة هيئة الصحة على دعمهم لفريق التن أكس. نعم. بداية من معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة اللي كان يتابعنا من بداية تشكيل الفريق بشكل مستمر، والفريق القيادي اللي تابعنا أول بأول بقيادة دكتورة منال تريم مدير تنفيذي قطاع الرعاية الصحية. وأشكر تيم التن أكس نفسه، وأشكر مؤسسة دبي للمستقبل. طبعا ما يعني ما شاء الله عليهم أول بأول متابعين معانا من بداية تشكيل الفرق.
واحب أشكرك الدكتورة ندى على الاستضافة. شكرا لك مي. مي الدوسري منسق عام مبادرة 10X كانت معانا اليوم في الاستوديو تكلمنا عن فعاليات صحة دبي خلال شهر الإمارات الابتكار وعن مشروع الجينوم خصوصا. وذكركم أن منصة هيئة الصحة بدبي موجودة في السيتي ووك 2 بجانب ميامي فايبس. اللي حاب يسير ويشوف ويتعرف عن أحدث الابتكارات في المجال الصحي يتفضل هناك من الساعة 5 إلى الساعة 10 مساء. في موضوع هو تقريبا طبي أنا حابة أتكلم فيه قبل ما نختم البرنامج مع ناصر. وايد تردني أسئلة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من أمهات يشتكون من في ظاهرة اسمها الطفل الانتقائي. كثير من الأمهات يبعثوا لي إن دكتورة ولدي ما يأكل أي أكل ما عدا صنفين أو ثلاثة من الطعام فقط، وبالعادة أحد هذه الأصناف تشمل دائما تكون الحليب، وصنف ثاني أو ثالث يكون نوع من الفواكه أو نوع من الخضروات وبس. الولد ما يأكل أي شيء، والغريب في الأمر إنه يكون الطفل كبير. يعني لما يطرشون الأمهات عن هذه المشكلة يكون الطفل عمره 4 سنوات 3 سنوات أحيانا حتى 2 5 سنوات. يعني الطفل يكون تعدى مرحلة إنه هو يعتمد على الحليب كوجبة أساسية. أنا بغيت أتكلم عنه اليوم لأن السوت مثل ظاهرة، يعني سواء يجون في العيادة أو يطرشون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ضروري جدا للأمهات. دور الأم في تغذية الطفل دور أساسي ما حد يقدر ينكره. الطفل الانتقائي دائما تبين عليه الملامح من البداية أنه هو طفل انتقائي. شو يعني طفل انتقائي؟ يعني ينقم على كل نوع من نوع الأكل، ما يعيب أي نوع من نوع الأكل، دائما تلاقونه يميل للحليب. الأمهات دائما تتساءل تقول ليش الارتباط مع الحليب؟ لأن الحليب دائما للطفل أسهل وجبة ممكن هو يأخذها، لأنها ما تحتاج مضغ، تدرس بطنه، تحس بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي ما في داعي إنه هو يتعب وايد. والطفل بالعادة في بعض الأطفال يكون كسولين ما يبى تقول شيء يبعد يمضغه أو يقصه أو فيعتمد على الحليب بشكل أساسي، والحليب دائما يشبع الطفل فترة طويلة بالتالي يخليه ما يأكل. فاحنا دائما نقول الأم إذا لاحظتي إن طفلك عنده بوادر يكون طفل انتقائي، يعني يرفض معظم أنواع الأكل. في أمهات تقول طفلي مثلا يرفض نوع أو نوعين، نوع أو نوعين هذا شيء طبيعي، حتى إحنا الكبار نرفض ما نشتهي نوع من أنواع الأكل، نوع نوعين ثلاثة من الأكل العادي. مثلا ممكن طفل مثلا ما يحب البروكلي، في أطفال مثلا يقول لك ما يحب الخضروات بشكل عام، ممكن يحب الخيار نوع أو نوعين، مثلا ما يحب البيض، ولكن يأكل يعوض في الأنواع الثانية، يأكل مثلا عيش، يأكل دجاج، يأكل سمك، يأكل بروتينات من مصادر أخرى. لكن الطفل انتقائي جدا إلا ما يأكل غير نوع نوعين واحد منهم الحليب، هذا لا يحصل على كفاية من المواد الغذائية، نموه راح يكون أبطأ من غيره، يأثر حتى على نمو عقله. فالأمهات دائما يقولون أوكي دكتورة شو نسوي؟ طبعا أول شيء لازم يجي العيادة نفحصها نتأكد أنه ما عنده مشاكل، ما عنده فقر دم، ما عنده مشاكل في الأمعاء، ما عنده أي شيء ممكن يبرر كونه طفل انتقائي إنه ما يبي يأكل أكل ثاني. بعد هذا اكتشفت أن ولدك سليم، هني تبدأ الدور الأساسي للأم. أول شيء حاولي تقطعين الأشياء اللي طفلك معتمد عليها الآن، اقطعي الحليب فترة واقطعي الأكل هو قاعد يأكله معتمد عليه 100% وما قاعد يأكل أي شيء ثاني. والأمهات دائما تخاف تقول أخاف ولدي يموت من الجوع. الطفل لا يستطيع تجويع نفسه، الطفل ما يقدر يجوع، يعني يوع نفسه من يوع نفسه تماما، لازم سيجوع في لحظة ويدور عن الأكل. وهني رسالة للجميع في البيت، اليدات الأبهات والخيلان والأعمام، تعاونوا كلكم. الأم إذا عندك هالمشكلة في البيت قعدي مع أفراد الأسرة وكلميهم، قولي لهم كلنا نتعاون ما نعطي الطفل يعني الأشياء اللي هو أصلا معتمد أن يأكلها بدال الأكل الصحي المفروض هو يأكله، كلنا نتعاون. فهالنقطة رح يأخذ وقت، المسألة مو بسهلة. الطفل بطبعه يعني حيعاند ويبقى الأكل هو تعود عليه الأكل السهل، يبقى للصبر شوية وطولة بال، واحد يقوي شوية قلبه عشان نطلع من هالمرحلة، بالتالي يكون ولدك صحة أفضل إن شاء الله. يا ناصر، ناصر يقول لي نختم دكتورة إن شاء الله فعلك طيب. شكرا لك يا ناصر السليمي، كنت معي اليوم في الإخراج، وأم خليفة ميرا شكرا لك كانت معي في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. إلى نلقاكم في الغد إن شاء الله، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.